استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، حيث قدم لجلالته السيدة سمية حسين حسن مير، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينها أمينا عاما لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. وقد هنأ جلالة الملك المفدى السيدة سمية مير متمنيا لها كل التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة الوطنية النبيلة، ومعربا رعاه الله عن اعتزازه بالكفاءات البحرينية وقدرتها على تحقيق النجاح والتميز في كل المجالات والإسهام بفعالية في نهضة الوطن وتطوره ونمائه. كما أشاد جلالته بالإنجازات المحورية والمبادرات الطيبة التي واصل تقديمها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي منذ تأسيسه، معربا عن تقديره لمساعي رئيس وأعضاء المركز وجهودهم الخيرة لنشر رسالته الإنسانية، ومؤكدا دعمه لكل مبادرات المركز باعتباره صرحا حضاريا رائدا يعكس ما تحظى به البحرين من تاريخ عريق يسخر بقيم التسامح والسلام والحرية الدينية. أكدت الأمين العام بأن لصاحب الجلالة أفضالا شملت بخيراتها ومكتسباتها مملكة البحرين والمرأة البحرينية على وجه الخصوص، ممهدا جلالته حفظه الله ورعاه الطريق لنساء البحرين لتبوأ أعلى المناصب في مختلف مجالات القيادة والريادة في مجتمعها.